استقبل سعاده الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجيه في العاصمه الاوغنديه كامبالا اليوم سعاده السيد وليد الخريجي نائب وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وذلك بمناسبه انعقاد قمه الجنوب الثالثه لدول مجموعه السبعة والسبعين والصين نعم تم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الاخويه التاريخيه الوثيقه التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده على الدوام من تطور ونماء في كافه المجالات بما يخدم المصالح المتبادله ويحقق الاهداف والتطلعات المشتركه كما بحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسيه في المنطقه وتداعياتها على الامن والاستقرار فيها اضافه الى مناقشه القضايا ذات الاهتمام المشترك